السلام عليكم ورحمة الله. هل فعلا احنا رايحين على نهاية العالم؟ وهل فعلا خلاص الموضوع اوشك على الانتهاء؟ خلينا احكي لكم الحكاية وابدأ معاكم من البداية، وان شاء الله هكرر معاكم اللقاء في حلقات متتابعة علشان احكي لكم القصة راح لفين. سنة 1540 حصل في قارة اوروبا جفاف هلك معظم سكان قارة أوروبا في ذلك الوقت، وماتت الحيوانات وجفت النباتات وما عادش فيه أي مظهر من مظاهر الحياة. في هذا العام، عام 2022، بدأت بوادر تكرار نفس الكارثة مرة تانية، فجفت الأنهار حاليا. يعني أنا بكلمكم الآن يوم 21 أغسطس سنة 2022. لو انت تابعت الاحداث الان هتتفاجئ انه في انهار كتير جدا في اوروبا جفت تماما، ارضيتها بانت. ومش بس كده، لا، درجة الحرارة لاول مرة في تاريخ قارة اوروبا منذ اكتر من 400 سنة تصل درجة الحرارة الى 40 درجة مئوية. طبعا علشان اوضح لك ايه الازمة الكبيرة في الموضوع دوت، ان قارة اوروبا اصلا قارة باردة اصلا، وان اوروبا لا ترى الصيف عندها الا 3 اشهر بس، وبقيت السنة مطر. ولو انت متابع للاخبار او متابع حتى المباريات كرة القدم هتلاحظ ان المباريات معظم السنة بتقام، والشتاء نازل والتلج نازل والدنيا تمام. لا، قارة اوروبا العام دوت درجة الحرارة وصلت فيه 40 درجة مئوية. عايز أقول لك أن البرتغال ولأول مرة تحدث فيها عدد من الحرائق الضخم، قرابة 30 حريق في الغابات بسبب ارتفاع درجة الحرارة. أسبانيا كمان تأثرت تأثرا كبيرا بسبب موضوع ارتفاع درجة الحرارة. فرنسا وألمانيا اتأثروا تأثر ضخم جدا بسبب جفاف الأنهار. الدنيا ماشية في اتجاه يعني غريب. طيب هل ده الجفاف ده هيأثر علينا احنا في مصر وفي الوطن العربي؟ ايوة طبعا هيأثر علينا في مصر وفي الوطن العربي تأثير كبير جدا. ليه بقى؟ اقول لك ليه. جفاف الانهار في قارة اوروبا دي لها معنى واحد، المعنى دوت انه جفاف الانهار في قارة اوروبا، جفاف مياه الانهار في قارة اوروبا مصيبته كبيرة. ليه؟ لانه بتأثر علينا احنا اقتصاديا في الوطن العربي. وعايزك تتابع معايا وتركز معايا. معظم دول الوطن العربي دلوقتي متأثرة بزيادة الأسعار، طبعا دي أزمة عالمية مش عندنا احنا بس. قارة أوروبا لما جفت عندها الأمطار وجفت الأنهار قررت ان هي تمتنع تماما عن تصدير أي حبوب غذائية عندها. طيب الحرب اللي بين قارة أوروبا وبين روسيا، طبعا روسيا والصين شكلوا كتلة واحدة، وقارة أوروبا لما أعلنت الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا تضامنت الصين مع روسيا ضد أوروبا. المصيبة الأكبر اللي جاي على أوروبا إنه الصين وروسيا الاثنين منعوا توريد تصدير الغاز لقارة أوروبا. طب وإيه يعني؟ أقول لك إيه يعني إزاي؟ أصلا كل عوامل الحياة في قارة أوروبا معتمدة على الغاز المستورد من روسيا، وعلشان روسيا دخلت مع أوروبا في حرب فتوقفت روسيا عن تصدير الغاز. طب إيه يعني؟ أقول لك يا سيدي ركز معايا. أوروبا دلوقتي هترجع تعتمد على الفحم مرة تانية لتوليد الطاقة الكهربائية، والطاقة الكهربائية اللي هي مصدر الحياة عندها. ولما تعتمد على الفحم هيزداد تلوث البيئة، هيزداد تلوث البيئة يأثر على طبقة الأوزون، هيزيد الاحتباس الحراري. لما يزيد الاحتباس الحراري يغير المناخ في العالم كله، وتغيير المناخ في العالم كله ده نذير شؤم على العالم كله، لأن ده معناه ذوبان جبال الجليد الموجود في القارة القطبية المتجمدة في الجنوب أو القارة القطبية الشمالية، وده معناه زيادة منسوب المياه في البحار والمحيطات، وده بيؤدي إلى غرق معظم المدن الساحلية في جميع دول العالم. طيب أوروبا بتنتهي؟ أيوة حاليا أوروبا وشيكة على الانتهاء، لكن الأمل الوحيد عندهم انتهاء شهور الصيف اللي هو آخره شهر 8، ويبدأ بعد كده شهور الشتاء،
ويعني يؤملون ان هم يتجاوزوا هذه المرحلة. طب يا عمنا لما هم يتجاوزوا هذه المرحلة، طب السنة الجاية الصيف ده اللي عامل لهم حالة من الرعب، ان هم متوقعين صيف 23 يكون اسوأ 1000 مرة من صيف 22. طب ده ايه علاقة ده بنهاية العالم والحرب بين المسلمين والروم والحرب بين امريكا واوروبا مع بعض ومعاهم المسلمين ضد الصين وروسيا؟ ده ان شاء الله يكون موضوع الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.